السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا والله العظيم عايزة افوت لكم حاجة، بس الراجل دوت انا بتحل عليه كل مرة اجي اصور عنده، يعني بيبقى مانع او الدنيا بتبقى زحمة عنده. فالنهاردة الدنيا هادية، هي قلت لازم اصور بقى عنده، لان فعلا جايب النهاردة كوريشة بالنسبة للناس اللي بتعمل كفرات للانتريه تحفة. الخامة بتاعته اهي، وهنتعرف على السعر وكل حاجة النهاردة هتتعرفوا معايا عليها عنده، لان انا شايفة حاجات كتير قوي وجلد مقلوبة اهو، وشايفة انا قطيفة بتعلم مع الاستاذ ونعرف برضو التفاصيل. بس المكان احنا فين؟ احنا في سوق التلات اللي في الجيزة. لو تنزلي محطة ام المصريين تسأل بنك ناصر الاجتماعي، في شارع بعد بنك ناصر الاجتماعي اوله مسجد التوحيد، تاني تقاطع شمال هتخش فيه هتوصلي عند ام عبد الله اول الشارع هناك اهي، تمام. تخش الشارع ده هتلاقي الراجل دوت واقف اول الشارع الناحية دي عند الراجل بتاع الالمونيا اهو. يعني انت وانت جاية من اول الشارع عند بنك ناصر الاجتماعي، الراجل بتاع الالومنيا اللي واقف ده، تمام. تدخلوا هنا كده في الشارع تلاقوا الراجل اللي قاعد ده هنا، ونتعرف بقى على القماش ونقول بسم الله. ده كده ممكن ينفع تنجيد. دي الخامه بتاعته تقيله جدا، محترمه، محمله. الظهر بتاعها بصوا، الظهر بتاعها جامد جدا، تحفه والله العظيم بجد. استخسر اعملها تنجيد. الناس اللي شغاله بياضات على الانترهات دي تمشي معاها فل قوي، وتحط جوبير. المتر من ده بكام؟ ده الازرق، الازرق ده بيعمل 40، بيعمل 40. في منه ازرق، خدوا بالكم، في منه ازرق وفي منه شكل تاني برضو ازرق اهو، شايفينه. وفي شكل تالت خالص لون اخضر، ده كده عامل 40 جنيه. الخامة بتاعته انا مش هفضل اتكلم عليها كتير، ده لو عرض 3 متر يتاخد طقم جاكار ملوش حل، انما ده عرض متر ونص يتاخد بقى بيضات للكنب، تحفة تحفة تحفة، تحط عليها جبير. ودي برضو نفس السعر، 50. انا كنت لسه هقول لك انها عاملة زي الحافظات بالظبط، الواحد ياخدها يعملها حافظات سجاد. ده المتر بينها 50. الخامة بتاعتها تقيلة جدا، مش محتاجة غير فرنشة بس العرض بتاعها متر ونص. دي حافظات، دي الخامة بتاعتها تقيلة ومحملة قوي، ما تزحلقش. العرض بتاعها 150 سنتي. ده الظهر، بصوا الوش اهو، ده حافظة. ودي برضو حافظات جميلة، دي تنجيد اصلا. انا عارفة والله، يعني هو بيقول لي اقل سعر في القماش ده عامل 180 جنيه بجد. الراجل ده لو جيتوا عنده والله العظيم ثلاثة ما هتمشوا على بنت امه من عنده وانتوا راضيين. الشكل ده حلو قوي برضو، يتعمل بيضات حلوة قوي. وده عامل كام؟ 40. يا لهوي على الجمال، جميل. بيضات يتقسم من النص كده اهو، وهو مش متحدد. الناس اللي الكنب بتاعها 80 سنتي تاخد اول شغل من هنا اهو، اهو اول شغل من هنا، تاني شغل من هنا، تاخد تالت شغل وتوقف هنا كده، يبقى ده عرض الكنبه بتاعتها 80 سنتي، والباقي ده تعمله مناديل. واي خدمه وحطش لايك، حطش لايك وسبسكرايب للقناه او مره شوف القناه، عشان انا اللي بقوله ده بفلوس مش ببلاش. بصوا يا بنات، انا بحسبها همر، طلعت قطيفه ب 65 جنيه وقطيفه الملابس، يبقى هي دي فرنساوي ب 65 جنيه. هي شبه الهمر والله في الماسكه بتاعتها، بس فاهم الجزء ده، ده الجزء ده ملابس هما تبع بعض. ده ابراهيم، معرفش الاستاذ اللي هنا اسمه ايه، اول الشارع هتلاقوا استاذ سيد ده. دي ما تسابش، دي في منها الوان؟ طيب دي في منها الوان؟ في منها الوان؟ طب خلاص تيجوا تشوفوا الالوان بتاعتها. معلش هو واقف لوحده، جو حر عليه. وفي منها الوان ما شاء الله. ده عرض 3 متر وب 40 جنيه. فيها بقى. فيها جفو؟ لا لا، فيها جفو، فيها جفو. دي بقى ايه يعني، اللي عايز ستاره على قدها تاخدها، لو ما فيهاش اي حاجه خدوها. ده المتر ب 40 جنيه، عرض 3 متر. هو بالنسبه للكوريشه بكام؟ 25 جنيه؟ ما فيش من دي. حلوه قوي قوي، 25 جنيه كشمير وبني. وبصوا الجاكار اهو، اللي ده جاكار اللي هو مرسوم منه فيه، وفي منه برده كشمير اهو الجاكار، وفي منه اهو، واللي وراك برده ب 25. بصوا الرمادي ده تحفه، ده الرسمه بتاعته جميله جدا. وفي منه نبيتي، بس الرمادي ده الوحيد اللي الرسمه بتاعته باينه، هو والنبيتي اللي وراه. بصوا النبيت اللي وراه اهو، بص ده ب 25 جنيه، حلو قوي قوي. سعر الجاكاره عنده بجد 25 جنيه. الاثنين دول ما يتسابوش، شايفينهم اهو، الاثنين دول ما يتسابوش بجد.
25 جنيه. هي دي بقى ايه؟ دي احدث حاجه. اه بس الاثنين دول تحفه، النبيتي والرمادي. وده ايه؟ ده برضو حفظات؟ لا شانيليا. شانيليا؟ طب ده ايه؟ ستاير؟ دي ستاير. دي عرض ثلاثة؟ بكام بقى؟ 40. ب40 جنيه؟ والشانيليا دي؟ 25. دي برضو تنفع بيضات وتنفع تنجيد. هي صراحة الزرقاء اللي هناك دي خسارة تنجيد فيها. كل ده كده بقى عنده ينفع تنجيد. خامته حلوة وفي نفس الوقت تقدري تمشي بيها التنجيب بتاعك. ودي عرضها برضو متر ونص. دي عرضها متر ونص كام؟ معلش دي عاملة كام؟ 25 برضو؟ شكلها جميل قوي. دي 25 حلو قوي. دي 25 بس عرضها متر ونص، مش عرض 2 متر ولا 3 متر. هو في ناس بيقولي حددي بالظبط في الفيديو عرض كام. اه تمام. الجاكار ده حلو قوي. الجاكار هو عرضه قد ايه؟ 180 170 و25 جنيه بلاش بصراحه. ودي برده ما تتسابش، يعني اللي يجي يسال على دي ويسال على دول. بالنسبه للعيد جاي تنفع بياضات للكنب تحفه. نقفل الفيديو على كده عنده ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسمه استاذ سيد وعاول الشارع اهو بتاع الالومنيوم اهو. وكده انت داخله الشارع اللي فيه بنك نصر الاجتماعي. اول ما تلاقي الراجل اللي راسس الالومنيوم ده خش الشارع تلاقي استاذ سيد اول الشارع زي ما انتم شايفين اهو القماش.